تحية لقناة اش واقع تي في. في هذه المناسبة هذه نحن نعيش وقفة احتجاجية ديال الشركة ديال عمال ومستخدمي شركة مار في طنجة طنجة المدينة. في الحقيقة هذه الشركة هذه مازال الغموض يسودها، لأن كاين واحد المجموعة ديال المطالب كيطالبوا بهم العمال والمستخدمين ديال الشركة. مع الأسف يعني بعد واحد الجلسة مع المسؤول على الشركة اللي دامت زهاء وعلى خمسة الساعات باش نترافعوا على هذه المطالب هذو، ما لقيناش شي جواب صريح حول هاد الناس هذو اللي كنعتبرهم هما الصناع ديال الجمال في الإقليم ديالنا وفي المدينة ديالنا، اللي كيسهروا على واحد يقوموا بواحد العمل يعني واحد العمل ممتاز جدا، واللي كتشهد المدينة واحد للنظافة واحد الجمالية اللي ساهموا بها بواحد الشكل كبير فعلا. ولكن من نجيو نشوفوا بالنسبة لهاد العمال هادو كنلقاو بانما يعني مهضومي الحقوق، ان هناك دفاتر تحملات، هناك مسؤولية ديال الجماعة الحضارية، هناك اجتماعات دارت على كل المستويات، لكن النتائج دائما نحن ننتظر. هناك واحد سد ديال الأبواب ديال الحوار مع الشركة. الآن الأصوات تعلو من أجل مثلا فتح المجال لتحقيق واحد المجموعة ديال المطالب، يعني في الحقيقة هي مطالب ماشي بداك الحجم اللي غادي تصور على أن الشركة غادي يكلفها شي حاجة، ولكن هي غير حوار حدته هو راه واحد الجزء من الحلول واللي غادي يمكننا نحقوا بها المطالب ديال هاد الشغيله اللي يستحقوا الكثير والكثير، ويستحقوا انهم الاداره ديالهم والمسؤول ديال الشركه يجلس ويحقوا هاد المطالب هادو، هما ماشي مطالب كبارين. وتحيه للقناه ديال اش واقع. المشكل ديالنا هو كنحتجوا على عدم الشركه الجلوس على طاوله المفاوضات مع المكتب النقابي لشركه تحت اللواء اتحاد العام الشغالين المغرب. اليوم كنحتجوا على الشركه عدم الجلوس على طاوله المفاوضات، فلهذا كنحتجوا على الشركه على عدم تاديه الاجور للعمال. يعني العمال رمضان وما توصلوش بلابوس ديالهم، فلهذا العمال قرروا انهم يحتجوا باي وجه كان على الشركه وعلى التماطل ديال الشركه عدم تاديه الاجور ديالهم. فلهذا حنا كنقولوا من هذا المنبر غنعتصموا مهما كانت الظروف على الحقوق ديالنا وعلى الواجبات ديالنا، وان شاء الله الرحمن الرحيم كاين دفتر التحملات، كاين دفتر التحملات اللي المكتب النقابي اللي ان شاء الله غيتفاوض معاه مع الشركه ومع الجماعه الحضاريه. فنتمنى من المكتب النقابي المزيد من التالق، المزيد من النضال، المزيد من الوحده. وفلهذا كنقولوا لجميع العمال الدراويش هذا اللي كتشوفوا امامكم اليد باليد وبالوحده والتضامن، وان شاء الله الرحمن الرحيم كل شيء غادي يكون. شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هو اولا اللي باش جينا لهنا هو على تاديه الاجور. يعني لابوس العمال باقي ما تخلصوش اليوم 19 في الشهر وما كيخلصوش. نورمالمون كيتخلصونا 15-16 في الشهر. فالعمال اليوم هذه 19 في الشهر وكيحتجوا، يعني كيحتجوا لا حول ولا قوة الا بالله. على دفتر التحملات للشركة متربصة على ان ما تبغاتش تنزل معنا طاولة المفاوضات وما كتعتبرش المكتب النقابي.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.